قال لك سيدي عاشوراء هناك تأثير قوي من الناحية النفسية والذهنية والتربوية، قد يغرس وهما في أعماق الأطفال والأبناء، فلربما يتسربوا عن طريق اللعب السخيفة التي تجر بالطفل إلى ملاهات وتسلية حتى يستوعب في هذه المناسبة الدنيا، وإنها لمكر وخدعة نشتريها بأموال طائلة ليربح العدو ونخسر بناء ما هو أنفي أبنائنا. وهنا تضرب وصية لقمان على الحائط وتبقى الكلمة لأبي مع عاشوراء. يعني هذا واش كيقولوا هذا الاخر؟ كيقول لك عاشوراء فيها بعض الطقوس اللي كيديروها وليداتنا ونشريوها احنا بفليسنا ونعطيوها واحد الصبغه، واسمو هي صبغه غير الحقيقه نتاع عاشوراء، ونضيعوا اولادنا. واش كيديروا الناس في عاشوراء؟ واش كيديروا اولادنا في عاشوراء؟ واسمو الحوايج اللي كيديروا الناس في عاشوراء؟ النار، احنا عندنا النار الحمد لله، بعد احنا عندنا الضرب والقرقع مزيانه ياك، معليش زيد خلينا المغاربه. الغربه واش كيديروا؟ المحارق. شحال من واحد في عاشوراء اللي كيضيع في المحارق؟ شحال تاع الفلوس اللي كيخسروها الوالدين؟ وشحال تاع امراه اللي كتفوت على الوليدات وكيفجروا ديك المفرقعات وكيوقع لها اجهاض وهي كتكون حامل؟ اسالوا مصالح ما يسمى بالمستعجلات في المستشفيات العمومية لتعرفون كم هي الضحايا. وش واحد الناس ويديروا اخرين يجيبوا الماء ويرشوا معطوا اسمه يعتقدوا فيه الكربيل كيديروا بكري. احنا في الشرق نديروا المفرقعات والكربيل نديروا في المولد النبوي، هما يديروا في عاشور له اللي كيديروا الماء ويرميوا على كذا وكذا وكذا وكذا. وشي وحدين واش بغيو يديروا هنا في المغرب؟ واش بغيو يديروا هنا عندنا في الجهه تاعنا؟ واش بغيو يديروا في عاشوره؟ حتى انا ندير الكربيل في العاشور. لا واش في عاشوره؟ لا في الميلاد. لا العاشوره يديروا غير الناير، يشريوا اللعاب البز، كاع اللعاب البز وكاع الحاجه اللي ما فيهاش الضرر. ولكني الشيعه في يوم عاشوره يضربون بالسلاسل والخناجر ظهورهم، يزعمون انهم يبكون ويعبرون عن حزنهم عن مقتل الحسين وهم الذين قتلوه. وقال لهم واحد، قال لهم ان الله عذبهم بتعذيب انفسهم لانهم هم الذين قتلوا الحسين فلا زالوا يعذبون، يضربوا ارواحهم وكذا. وعندهم 40 يوم ويزوروا كربلاء، واللي زار كربلاء عنده 1000 حجه و1000 عمره ودفيش وكذا وكذا. اذا القضيه ديال عاشوراء فيها بعض الافكار وبعض الممارسات البعيده عن الدين. وعاشوراء واش هي الحقيقه نتاع عاشوراء؟ اسمه هي عقيدة. ها؟ الزكاة تكون في عاشوراء، لكن الحقيقة تاع عاشوراء اسمه هي الوقت. ها؟ كاين الهجرة من مكة إلى المدينة وبداية التاريخ الإسلامي. زيد أخويا. واش أخويا؟ نجى الله فيه موسى من الطغاة. فعاشوراء واسمه هي؟ تحيي فينا واسمه؟ مقاومة الطغاة وقول الحق. اللي يبغى يحتفل بعاشوراء باش اسمو خصو يدير؟ خصو يحارب. شنو اسمو يحارب؟ طغاة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله وينصح. قال لهم مشى سيدنا رسول الله للمدينة فوجد اليهود يصومون، فسأل عن سر الصيام فقال هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم يوم العاشر من محرم نحن أحق منهم بموسى. فكان يصلي يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامها ويقول لهم إني احتسب لمن يصوم يوم عاشر المحرم بتكفير السنة كاملة. وقال واحد الكلام بعد، لئن عشت إلى قابل لأصوم النزل تاسع. ودائما كان يقول لكم صيام ذيك الأيام، صيام ذيك الأيام فيها ثلاثة تاع الدرجات. الدرجة الأولى واسمها هي صيام زيد تاسع تاسعة، وهي السنة القولية نتاع النبي. وعاشوراء هي السنة القولية والفعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، و11 لتمام اليوم الثالث إن شاء الله تعالى.
وكاين الدرجه الثانيه التاسعه والعاشره، وكاين الدرجه الاخيره اللي خص الانسان يضيعها شويه صيام يوم العاشر.